المدام نجلاء باني صارت معنا بالاستديو مثل كل يوم لحتى تخبركم شو اخبار ابراجكم وحظوظكم لليوم. صباح الخير. صباح الخير يا نور. صباح الخير يا نور. صباح الخير للجميع، ضلوا دائما بخير، ايامكم سعيده مرتاحين ومبسوطين. اليوم 27 تشرين الاول، يعني باشرت الكواكب تغييرات. اول الكواكب اللي لها علاقه بتغييرات الزهره، لانه كانت في العذراء انضمت اليوم للعذراء، هي بين للميزان بين اليوم وبين بكره. عطارد كان عم يتراجع في برج العقرب، هلا دخل متراجعا الى برج الميزان، ما زال يتراجع ورح يضل يتراجع لثلاثه بالشهر، لكن في الميزان وليس في العقرب. طبعا ورح يباشر تقدم ابتداء من ثلاثه في برج الميزان. المريخ ما زال متراجعا في برج الحمل، المشتري وزحل ما زال في برج الجدي. اول اخباري العزيز مولود برج الحمل اللي اليوم ضايق خلقه، يا قاعد لحاله يا ما كثير له خلق للاخذ والعطاء او الجدالات، يمكن عنده نوع من انواع الشعور بالياس ربما، او تصرفات عم بيضايقك، او بعض التعب النفسي. هلا عموما تراجع المريخ في برج الحمل عم بيخليك مثل المحتار، مثل المتضايق، ضايقان صدرك من الناس، ما كثير مرتاح، غالبا في وعود لا تنفذ بهي الفترات، وهي قصة عم تقلقك، رغم أنه أنا بعتبر أنه الأسبوع القادم يعتبر الأسبوع الأفضل لمولود برج الحمل. عزيزنا مولود برج الثور اليوم الأمور العلاقة بتطورات اجتماعية، يوم إيجابي للأخبار الحلوة، للتفاؤل اللي ممكن يرافق خطواتك لتحسن صورتك ربما، أو تركز على علاقات ناشئة بالنسبة لك. اليوم جيد الأمور، يعني في تأثير بأمورك المستقبلية من الناس اللي حواليك، غالباً علاقاتك، سفر، ضيوف من سفر، جهود في الضروري عم تعمله. اليوم يوم جيد وممكن تعاود إنك تتصل بأشخاص أنت بتحبهم، غالباً سفر أو التعارف هو اللي شاغله اليوم لمولود برج الثور. غالباً مو مرتاح مولود برج الجوزاء، وما بعرف قدي لازم أنصحك تلاقي حلول لكل ما يعترض طريقك بهاي الفترات. هلأ أولاً أنت شوي عصبي، ضيقان خلقك، نقاش حاد ربما، تضخيم لبعض الأمور ربما، شك بنوايا الآخرين ربما. الأمور العلاقة اليوم بإصدار أوامر من طرفك يمكن لا تنفذ. عموماً أنا بقول اليوم بدها شوية الأمور هدوء بالنسبة لك، خاصة بأمورك الشخصية، غالباً هي اللي قلقتك بعض الأمور الشخصية. ما تتشنج من أمور صغيرة مولود الجوزاء. مولود السرطان اليوم يومه جيد للسفر، لتفرض أوامرك، لتجتمع بناس أنت بتحبهم، لتسيطر على أوضاعك بقوة. الحياة القدر والحظوظ عم بيساعدوك اليوم لترتب أمورك، لتسد بعض الثغرات المهمة بحياتك، لتكون دبلوماسي مبتسم لبق ولطيف، والناس حواليك عم تأيد مواقفك وعم تبادر للنقاش معك، دعوة أو سؤال ربما. مولود برج الأسد اليوم الأمور بالنسبة له جيدة، عم تصادف دعم من زملاء، ما بعرف إذا الدعم مالي أو معنوي، بس بالغالب فعلاً في مساعدات. العلاقة بالمحبة عموماً، يعني حتى لو كانت الأمور مالية فهي العلاقة بالمحبة أكثر ما العلاقة بقصص مالية. اليوم في مشورة، أنت مسؤول عن محيطك مولود برج الأسد، في حيوية، في طاقة، في علاقات إيجابية، وما بعرف إذا عم بتفكر إنك قصة العلاقة بالبنوك مثلاً، طلب قرض، دفع قسط، شيء من هذا القبيل. عموماً أنا برأيي الأمور مبشرة بالتغيير. هلأ على فكرة تراجع عطارد في برج العقرب كان مضايقك، هلأ تراجعه في برج الميزان، ولو أنه التراجع مصدر مضايقات لكن بتصفي المضايقات هلأ يعني كتير أقل ببرج الميزان. الأمور ما كتير مريحة لعزيزنا العذراء، مو قادر تتصرف بحريتك اليوم، في تغييرات عم تتلاحق، في صعوبة بالاتصال أو التفاهم مع محيطك، يمكن تستاء من طلب لا تجد له جواب. اليوم في عصبية، تعب مالي، بس أنا بعتبر القصص العابرة وليست القصص الأساسية، انتبه على هاي القصة، لأنه كل الكواكب مؤيدة لك، حتى تراجع العطارد في برج الميزان أفضل لك من تراجعه في برج العقرب، رغم أنه بالحالتين مو كتير كان سيء إذا لاحظت. إذا في حدا عم بيكذب عليك فاليوم اغفر له. مولود برج الميزان اليوم شغلك كتير، وحاول توفي بمسؤولياتك، لأنه أعتقد أنه اليوم عنده 100,000 قصة شاغلته مولود برج الميزان، حاسس لوحده عم بيناضل، حاسس تفاصيل صغيرة
عم تاخذ من وقتك، واليوم ما بعرف اذا في قصه صحيه شاغلتك لك او لاحد المقربين، بس بالغالب مزاجك مو كثير رايق. هذا اليوم اللي انا بسميه يوم الافقفه، شو ما صار ما كثير مبسوطين. مولود برج العقرب اليوم، لا الامور بالنسبه لك جيده جدا، للاجتماعات، لترقيه، لسفر، ربما لعصبيه تزال بفعل خبر ممكن يكون ايجابي. وضعك مهني شخصي جيد، رغم انه دخول الزهرة إلى برج الميزان عم بيخلي العشرين يوم اللي جايين مو كتير مرتاحين بالعمل لألك مولود برج العقرب، بس مع ذلك بدك تكسب الأيام الجيدة مثل هذا اليوم، لأنك تمتلك يعني قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرك، وقد تسليك الأمور الاجتماعية. مولود برج القوس اليوم تصرفاته شوي متعبة أو نوع من أنواع الشجارات، الحقيقة صار له يومين ما كتير مبسوط، حس حاله وحيد أو محبط أو فاقد للغناج والدلال. دللوا العزيز ده مولود برج القوس، بالغالب أنت حزين، تدرس، تقرر، أعمل هيك ولا أعمل هيك، لا هيك أزبط، لا هيك أحسن، في شيء ما كتير مريحك ويمكن عم بيخليك قلق أو غير مهتم. مولود برج الجدي اليوم الحركة هي الإيجابية بالنسبة لك، حركة، نشاط، أصدقاء، تسالي، أهل، أسرة، عائلة، ما بعرف، بس أبداً مو قاعد لحاله اليوم مولود برج الجدي. عم بيجي زوار أو هو حابب يروح يعمل زيارات أو نازل على سوق أو عنده شو مؤسسة حكومية في عنده قصة بده يحلها، واليوم الحياة اليوم للحلول. عزيزنا مولود برج الدلو غالباً اليوم في صرف مفاجئ أو يعني مصاريف إضافية، ما بعرف قدي لازم تشتشد أحزمة اليوم بالنسبة لك أو تنتبه فقط للضروريات والأولويات. طبعاً برج الدلو آخر حدا في الحياة ينتبه للضروريات والأولويات، هاي القصة ما كتير بيعرفها مولود برج الدلو، بس اليوم ممكن يكون في أعباء مالية إضافية سبب أعطال أو زيارات. مولود برج الحوت فاي بكير وعاطفياً عم ينهي خلافاته غالباً العاطفية، الأمور العاطفية هي الأفضل بهاي الفترات، يمكن سعيد مع أصدقاء، في مرونة حواليك بهاي الأيام، كل شيء له علاقة بإصلاح ممكن أنك تعمله وتكون سعيد فيه، في دعم لصالحك بهاي الفترات أو عم تتحسن أمورك الاجتماعية. عنيد مولود اليوم، مولود 27، إذا صمم على أمر فهذا يعني أن لا تراجع إطلاقاً، أي محاولة لتبديل رأيه هي صفر، يعني غير مجدية وعقيمة بالقطع. عاشق لرغباته، ساعي لتحقيقها، أكثر المواليد وفاءً لصداقاته، ذكي، بيعرف كيف يسيطر على الأمور، لا تتلاعبوا أبداً فيه لأنه رح يكشفكم، يمتلك حاسة سادسة بترعب وحلم يصدق، هي قصة كتير انتبهوا لها مواليد 29 إنه أحلامكم تبعوها، وقلبك إذا دلك إنه على قصة فأنت بالقطع يعني صحيح أو سلوك هذا الطريق أو هذا الدرب. المتبقي من السنة أنا بعتبره إيجابي لكل ما يتعلق بالحكمة، بالمعرفة، بدورة جديدة، أوراق، قانون، محاكم، مؤسسات، كل هذا ممكن يكون إيجابي جداً، وفي محبة من محيطك، وفي قصة ممكن مالية عملية تكون إيجابية بهي الفترات، في حظوظ مساعدة عموماً. اسمي شهد، مواليدي 12-12، يعني أنا برأيي إنه الأمور جيدة لك يا شهد، المتبقي من السنة مفرح مانو سيء، خاصة شهر ميلادك غالباً هو اللي حامل تغييرات. الفت عم تصبح علينا، عم تسألني مع زوجة حسين، أولاً ما كتير العلاقة الأفضل الفت، هاي قصة كتير حطيها ببالك، لستي في العلاقة الأفضل، بس بالمجمل كسنة سنة مانا سيئة بالمتبقي منا. يمكن المال، هي الأمور المالية هي اللي شوي مضايقتك أو هي اللي مو كتير مريحة بالنسبة لك. أمل 2001 يسعد أوقاتك يا أمل، الشهر 12 هو الإيجابي بالنسبة لك يا أمل، وما بعد يعني بين 12 وبين الرابع أنا بظن عندك تغيير مهم وجيد لك. يسعد صباحكم وتضلوا دايما بخير. شكرا كثير لك يا نجلة، يسعد صباحك. شكرا كثير مدام.